وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة بذل كل الجهود من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها بصورة ناضجة وحية. لكن أي حاجة طبعا ممكن وتتعمل من أجل حاجة، من أجل أن وعينا، وعي شبابنا، وعي أمتنا يستمر ناضج وحي، فاحنا مستعدين نعمل اي حاجه. واي حاجه ايه؟ حقيقيه.